خير الله هو كيف ما كتشوفوها الحيتان تبارك الله ابو زرعوا في الصول صباح الخير عليكم مرحبا بكم في فلوق جديد نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم ان شاء الله غادي نديكم الاحسن بلاج في اكادير ان شاء الله واحسن بلاصه تقدروا تاكلوا فيها الحوت تاعي بالنسبه لي انا حتى الناس ديال اكادير يعطيكم نفس الراي ان شاء الله حيت هذه البلاصه نقيه وعائليه وحتى البلاصه اللي تاكلوا فيها الحوت ماشي بحال البلاصه ديال المرسى احسن من البلاصه ديال المرسى حيت ما عارفين فيها النصب وفيها حتى الماكله ما نقياش. المهم ان شاء الله نمشيو نقربوا لابلاج نوريكم البلاصه ونتبحروا تما وديك الساعه نمشيو ثاني للبلاصه ديال الحوت ان شاء الله. دابا وصلنا للدخله قبل ايمي ودار فين كاين لو بيتي بيشير ديال ايمي ودار هادي هي لونطري كاين الباركينغ كاين كيف ما قلت لكم كاين الباركينغ لتحت خاويه الدعوه حيت اليوم الاثنين جينا شويه بكري داكشي علاش كتكون الدنيا خاويه هنا ما بالويكاند تفاداو الويكاند وملي كيقرب الويكاند والويكاند تفاداهم راه غادي تلقاو الدنيا عامره. المهم كاين كلشي هنا كاين لو بيتي بيشور كاين لي ريستورون هنا انشل لو بيتي بيشور راه كاين فين تبدلو كاين لي طواليط حتى الا بغيت تبدلو ولا شي حاجه على بلاج لو بيتي بيشور ديالي ميودار. اما نوريكم لا بلاج راه خاوي اليوم الاثنين ما كتشوفوا خاوي بلاج نقي ايمي ودار فيلاج و باركينغ راه كيكون دابا الا جيتو 2 3 4 راه كيكون خاوي هنايا وكاين باركينغ ديال لا بلاج الاخر لهي. المهم نتوما ديك الساعه غادي تشوفوا فيما عجبكم واش هاد البلاصه ولا البلاج الاخر. المهم انا كنصحكم بهاد البلاصه كتكون نقيه وخاويه وان شاء الله دابا نهبطوا الباراسولات كاينين حتى لي رولاكس هنا ولي باراسول كما كتشوفوا راه كاينين وغادي نهبطوا دابا الباراسول ديالنا والكراسة البنيه ديالي راه غادي تعوم حتى هي. المهم من بعد ان شاء الله نديكم البلاصه اخرى ديال كما قلت لكم فين تقدروا تاكلوا الحوت نخي وتشوفوه قدامكم والناس اللي بغاو ياكلوا في لو بيتي بيشور ها هو بيتي بيشور راه معروف اكادير وفي الميوادر. المهم هادي هي الجليسة ديالنا باقي كاع مفطرنا جبنا معنا الفطور كتشوفو لابلاج خاوي. دابا نفخ لبنتي هادي باش تعوم بها واحد البيسينة صغيورة. المهم انا كنفخ ونعاود لكم على هاد البلاصة هادي كيفما قلت لكم بلاصة عائلية الناس اللي خارج اللي جاو من خارج اكادير اخد مزيانه لكم الناس اللي خارج اللي جاوا من برا داكادير ما الناس داكادير راه عارفين هاد البلاصه هادي اللي ودر معروفه في اكادير كاين هاد البلاصه كاين 25 قبل منها بزاف البلايص الصراحه كانت البلاصه كتعجبني انا نقيه وما يجوا لها الناس مخيين كاين لي رولاكس كيف ما قلت لكم وجينا شنو ديري ها الدراري الصغار اللي كيخافوا من الحرانه ديال الدراري خارجه جدها بحري الباخره بنتي
بالنسبة لي زاكتيفيتي اللي تقدروا ديروا هنا كاين جيت سكي، كاين ديك لابيدال اللي كتكريها تكونوا نتوما أربعة تقريبا، فعلى بيدال في هذيك الزنديقة الفوق. الناس اللي كيبغي يباتوا هنا راه كاين هاد لي بانكالو اللي قلت لكم كيبداو من 2000 درهم الفوق. دابا الصيف ما عرفتش تقريبا شحال، المهم 2800 تقريبا اللي دايرين. دخلوا غير البوكينغ ولا جوجل مابس راه غيطلع لكم لي طاريف اللي كاينين دابا. وكيف ما قلت لكم هاد البلاصة عائلية، ونقوم هاد البلاصة كتكون نقية ماشي بحال لي بلاج الاخرين بحال دابا ديال اكادير، ديال لاكوت ديال اكادير كتلقاها عامر بلان في اي وقت وما كتاخذش كاع راحتك هنا. لا هنا دابا فاش جينا في الصباح تقريبا فاش وصلنا هنا مع 9:30 كيف ما شفتوا كاين خاوي حتى دابا عامر ولكن ماشي بزاف. اليوم الاثنين كما قلت لكم اما الويكاند راه كيكون اي بلاج في اكادير عامر ماشي بحال، يعني تفادوا الويكاند لا بغيتوا تبحروا مع راسكم وتاخذوا راحتكم. هادشي اللي كاين. ودابا واحد شويه ان شاء الله غادي نتحركوا للبلاصه اللي قلت لكم تقدروا تاكلوا فيها الحوت كتاخذوه، بغيتوا تاخذوه عند الريستورونيس، ما بغيتوش كتشروه عند كاين الناس كيبيعوه تما ولا كاين المرسى ديال ديك البلاصه، كتاخذوه فريش باقي جديد وكتاخذوه واخا زايد شويه في الثمن ماشي مشكل، ولكن كتاخذ حاجه نقيه وقدام عينيك كطيب ماشي بحال بلاصه اخرى. وانتم عارفين المرسى ديال اكادير اللي كاينه الناس كيتشكاو كيدخلوا في الاول كيلقاو ثمن، فاش كيبغيو يخرجوا كيكون ثمن اخر. المهم هادشي اللي كاين دابا واحد شويه ان شاء الله نتحركوا. البنيه هي نعسات نعسات مسكينه عيات اول مره تبحر ضرباتها بنعسه. برافو بي ياوا شدي زيد 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 اي جانا بنتي شدي 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 اي جانا اي برافو جانا برافو كوكو كوكو زوين كوكو اش كيقول لك؟ صافي صافي لا يا جنة بماء لا بماء خافي شاو ايوا ايوا تخافيش لا تخافيش المهم هذه هي البلاصة اللي تقدروا تاكلوا فيها الحوت. إيمي ودار الدنيا عامرة دابا غادي كاين هاد البلاصة على اليمين ديالكم فيها الطواجن كلشي، الطواجن الجهة على اليسار فيها سميتو فيها الحوت. المهم دابا وصلنا للبلاصة اللي قلت لكم غادي ناكلوا فيها الحوت. المهم هي إيمي ودار هاد البلاصة كما قلت لكم مع المرسى هنا اللور التعاونية ديال البحارة. هنايا كاينين القهاوي الا بغيتو تاخذوا الحوت كاين لتحت كيف ما قلت لكم، وكاين هنايا المهم انا نوريكم دابا. المهم كيما كتشوفوا هذه هي هذا الكافي، هذا الكافي راه معروف ديما كنجي ليها هي اخر الله هو كيف ما كتشوفوا
الحيتان تبارك الله ابو زروق الصول. دير شي جوج في كلامر كلامر هذا دير شي جوج دير شي جوج تايا تكثرش فيها تا ثلاثه ديال الناس دير شي جوج صولات ولا ثلاثه صغار دير شي ثلاثه صغار ديرك شي بياسه كبيره دير شي وحده تكون مويان ما تكونش كبيره بزاف دير شي سير لا لا بلا سري جيب وزرو دير شوية قمرة لا لا بزاف دير قمرة روبيت صافي رشيد 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 داك الشيء كيشوف باب هويات باب هويات باب هويات باب هويات المهم هذا هو لا تقريبا تقاب 150 درهم غير الحوت بوحدو عاد شويه كتشوى ب 10 دراهم هذا الشرغو كروفيد ولا كامرون سول سيبيا وكالامار المهم هنا يكون سال الفلوق ديالنا سمحوا لي ما قدرتش نصور لكم في ديك البلاصه في كلينا حيت كانت عامره بلان عرفتي وجوه ديك جوج اونس ثلاثه راه بلان تما عرفتوا ايمي والدار الوجهه المفضله للناس ديال اكادير ولا حتى الناس اللي كيجوا على برا د اكادير المهم الا عجبكم هذا البلان هذا ديال البلايص الزوينين في اكادير ولا النواحي ديالو نبقاو نديروهم ان شاء الله وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو كما قلت لكم وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وبارتاج وتابونا في لاشين ان شاء الله جايين شي حوايج زوينين ان شاء الله من هنا لقدام كيف ما شفتوا الماكله راه نتوما اللي كتختاروا الحوت اللي بغيتوا بالنسبه للشوايه 10 درهم الشوايه وغنخلي لكم السكرين ديال لا فاكتور هنايا 225 درهم المهم 150 درهم ديال الحوت و10 درهم ديال الشوايه وواحد المناضه وصالاد ماروكا وتفرنوت 225 على تقريبا واحد 75 درهم ما بين تفرنوت ولي صالاد والشوايه ولون بلاسمون بطبيعه الحال المهم هذا الشيء اللي كاين كيف ما قلت لكم تهلاو فراسكم ونتمنى ان الفلوق عجبكم تهلاو فراسكم.